فالبروبوليس من الاسم ديالها اللي هو كيتكون جوج ديال كما كنقولوا حنا ديال الكلمات، كاين برو كاين بوليس، اذا بوليس باللاتينيه اللي هي المدينه، وبرو يعني امام المدينه. اذا هذا واحد الماده اللي كتفرزها النحل كديرها في الدخله ديال الجبح ديالها، كديرها في الدخله فين كيكون كيدخلوا النحل. علاش؟ باش كتحميها من جميع الحشرات ومن جميع المواد السامه اللي يمكن تدخل من على برا، تدخل المدينه للداخل يعني فين كاين النحل وفين كاين يعني العسل، وباش ما تفسدوش ويبقى ديما محافظ على المزايا ديالو. اذا البروبوليس كيتم الاستخلاص ديال هذه الماده من الخارج ديال الجبهه ديال العسل. الجبهه ديال العسل نعم، ماشي من وسطها. لا، من الخارج ديالها كيكون هذا، وهذا هو الدور ديالها. هذا هو الدور ديالها. البروبوليس كيفاش عامله؟ واش هي على شكل حبيبات؟ واش هي على شكل غبار؟ كيفاش عامله بالضبط؟ فهي ماده كتكون قاصحه يعني معلكه شويه كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، كيمشي اللون ديالها من الاسود الى الاسود الاخضر الغامق، فهذا هو باش كيميزها على باقي المواد الاخرى، وهذا كيكون فيه مكونات اللي كتكون مخلطه. اذا هذا هو البروبوليس، واللي كيكون فيه مكونات كثيره وكتكون فيه مواد كيميائيه كثيره اللي كتعطي هذا اللون هذا. سبقنا وهضرنا على مكونات العسل انه كيحتوي على 80% من المواد الكيميائيه اللي كاينه على الكره الارضيه، فالبروبوليس فيه 70% ديال هاد المواد هذه، مواد كيميائيه مهمه. وشنو اللي مهم فيها اكثر واللي بغيت نركز عليه؟ هو فيه 17 ديال الاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه اللي هي دور ديال الحياه ديالنا، لان كتدخل في التكوينات ديال البروتينات ديال الحياه ديالنا. فيه كذلك واحد المعدن جديد اللي هو ما يسمى بالفاناديوم، واحد المعدن عنصر كيميائي اللي تم الاكتشاف ديالو واللي عنده مزايا كبيره على الصحه ديالنا. هذا الفاناديوم اللي اكتشفوا بانه كيدخل في التركيبه ديال الحديد، اذا الناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال فقر الدم، كيدخل كذلك في عده امور اللي غادي نشوفوها من بعد. شنو الفرق بين البروبوليس وما بين لقاح ملكه النحل؟ مثلا كاين البروبوليس كاين لا جولي رويال، كاين ايضا داك القطع اللي كتكون كتباع ديال شمع النحل، شنو الفرق بيناتهم؟ فالبروبوليس بعد اللون بعدا كيفرقوا، اذا اللون ديال البروبوليس ماشي هو اللون ديال المكونات الاخرى او باقي المكونات ديال النحل ديال العسل. فكاين شمع النحل اللي هو كيشبه الشمع ديالنا اللي كنعرفوه، كيكون هذاك هو شمع النحل، ملي كنقيسوه كنحسوا به بحال الشمع، وهو اللي كيكون في الداخل ديالو العسل يعني بحال الشهده، فهذاك هو الشمع او هو فين كيعمروا النحل العسل ديالو. كاينه لا جولي رويال ما يسمى بغذاء ملكه النحل، فلا جولي رويال اللي هي واحد الماده اللي كتكون بيضاء فاقعه يعني بيضاء كتمشي حتى للصفوريه، علاش كتوقع على الاكسده، وكتشبه العسل غير هي اللون ديالها مختلف على العسل وكتكون عقده شويه على العسل. بالنسبه للبروبوليس واش مثلا تيخصها تخاد مع العسل؟ واش كيخصها تخاد مع منتوج اخر مستخلص من النحل، ولا ممكن تخاد بوحدها؟ فهي كماده اساسيه بوحدها كافيه اننا نستافدوا منها ونستافدوا من المزايا ديالها. خلطنا مع مواد اخرى مثلا ديال العسل، فهي كتزاد عليها كما كنقولوا حنايا فوائد اخرى ديال هذه المواد هذه اللي كتزاد فقط. ما الا خدينا غير البروبوليس بوحده فغادي يمكننا نستافدوا منه، وغادي نوريكم في الاخير طريقه سهله وبسيطه كيفاش ناخذوا البروبوليس باش نحافظوا على الجيب ديالنا، وكذلك كيفاش نستعملوه لجميع افراد العائله. حنايا بغينا نعرفوا اليوم ايضا دكتور عماد، لمن كيصلح البروبوليس؟ واش هناك يعني ترخيص لانه كاع الناس ممكن ياخذوا، ولكن حالات مخصصه ولا بعينها اللي ما يقدرش الانسان فيها ياخذ البروبوليس؟ نعم، فاول حاجه بعد الاطفال قل من 5 سنوات ما ياخذوش، لان كتكون المناعه مازال ما تكوناتش. وفي البروبوليس كنعرفوا انه منتوج اللي كتفرزوا النحل وكيكون عنده اختلاط بمواد اخرى يعني مواد يمكن تعطينا الحساسيه. هذا من جهه. ثانيا اذا كان الانسان عنده حساسيه ديال البروبوليس او مستخلصات او مشتقات منتوجات النحل ولا ديال النحل، اذا الا كان عنده الحساسيه ديالو فما خصوش ياخذ البروبوليس، لان يمكن تعطيه اعراض في الصحه ديالو. منين كنهضروا ايضا على البروبوليس، اذا اليوم الانسان الا بغى يشريه كيلقاه بحال الصمغ هو داير. نعم، بحال الصمغ. كاين دابا جوج حالات، كاين الحاله الطبيه
اللي هي كتكون عن طريق مختبرات، فكنمشيو كناخذوا دي كابسول، يعني واحد نوع من الادويه اللي كيكون فيهم هذا البروبوليس، كتباع في الصيدليات. اما الطريقه الاخرى العاديه فكناخذوه من الناس اللي كيكونوا كيديروا صناعه النحل، او التعاونيات اللي كدير التربيه ديال النحل، او عن طريق معشبات اللي كتكون مرخصه، فهما كيبيعوه بهذه الطريقه الخامه اذا ديال البروبوليس. واش البروبوليس دكتور عماد كتنصح الناس يستعملوه مع حلول فصل الخريف اللي كنعرفوا انه فتره اللي كيكون فيها طبعا تغيير في درجات الحراره، في الجو، في المناخ، وكيبداو يظهروا عند الناس اللي كيعانيوا من الحساسيات الموسميه لي زاليرجي بيريوديك، مثلا حساسيه التنفس، الحساسيه ديال الانف، الناس اللي كيصبحوا المنخار ديالهم كيسيل، او العينين كيدمعوا. واش البروبوليس مهم في هذا الباب؟ هذا مهم جدا، وناخذ انا كنصح بالاستعمال ديال هذه الماده، هذه ضروريه وخاصه في هذا الفصل هذا، لانها ماده كتقوي المناعه اذا، والحساسيه عندها علاقه بالمناعه كذلك. الانسان ملي كتكون عنده المناعه هابطه، فالاستعمال ديال البروبوليس غتكون واحد العاده حميده اللي درناها في هذا الفصل هذا. حنا طبعا غادي نستقبلوا مكالمات مستمعاتنا واسئلتكم. معنا ايمان من اكادير، معنا مريم من الدار البيضاء. اهلا بك ايمان. الو، السلام عليكم ايمان. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كي داير الدكتور عماد؟ الحمد لله اختي، ملي كنسمع صوتكم. الحمد لله. انا دكتور كنت ايمان قطع لها الخط، في انتظار ترجع لينا ايمان ناخذ مريم. اهلا مريم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نهاركم مبروك. سلام دكتور عماد. صباح النور. وعليكم السلام، تحية طيبة أختي، مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ الله يبارك فيكم. ألوغ سؤال ديالي، أنا عندي البروبوليس. أيه. عندي خديته من الإسبان. أيه. وعندي هو على شكل سائل. سائل. فوالا، وكاتبين لي كناخذ 1 مليليتر 3 فوا باغ جور. وي، مي هذيك. أنا علاش خديته؟ خديته لأن عندي ليليكوباكتير. Yeah. عندي ليليكوباكتير و او ميم طو عندي ليباتيت بي مي بورتوز سين. دونك كناخذو في الصباح مع ماء معدني او ماء مصفى. وصافي، يعني الا كان ممكن تزيدوا تفيدوني بشي نصائح او شنو نقدر ناخذ معاه، وحتى بالنسبه للوليدات دابا مع الصباح بكري تيمشيو للمدرسه، وهذه يعني كيفاش يمكن ليا حتى هما نساعدهم باش يقويوا المناعه البرد و وهذا. مريم. وي. اذا عندك المشكل ديال ليباتيت بي كتعالجي عليه، وعندك السين حتى يخرجوا لي لي كونزاميناز مزيانين، وعندك المشكل ديال الجرثومه الحلزونيه. فوالا. واخا، هاد الاستعمال ديالك واش نصحك به شي اختصاصي في اسبانيا؟ لا لا، انا غير زعما ك دابا مع الانترنت تنقراو هنا وهنا وهنا. أيه. غير مني سمعت انه مزيان وماشي مودير، قلت حتى الا ما فادنيش ما غيضرنيش، قلت ناخذو نعزز به المناعه وصافي. طيب زعما اليوم اذا بغيتي تستشري مع الدكتور عماد باش تعرفي اولا واش هذا الاستعمال ديالك في مكانه في محله. اكزاكتومون. شحال هذه الوقت باش بديتي كتاخذي هكذا؟ كتشربيه على الريق قلتي مع كاس ديال الماء. شحال هذه الوقت باش عاد بديتي؟ ميم با ان موا عاد بديتو. وفين شفتي انه مزيان للناس اللي عندهم المشكل ديال ليكوباكتير بيلوري؟ سوغ انترنيت. وحنا كنعرفوا ان دائما يعني كنبهكم لانه الانترنيت مزيان، الانترنيت كيفتح ابواب كبيره على كل المعلومات، كل الاخبار، ولكن يعني بعض المرات كيخصنا اكيد نتريتوا ونردوا البال ونتاكدوا من المعلومه. دكتور عماد، واش كتاكد او كتنفي المعلومه والاستعمال اللي كدير مريم اليوم البروبوليس؟ دابا بغيت غير نسول السائل ديال البروبوليس، واش عندك سائل مائي ولا سائل كحولي؟ لان السائل اللي فيه البروبوليس المكونات سائل مائي. اذا مزيان مليلتر واحد ما غاديش يضر، ما غاديش. هذا هو الدوزاج اللي مرخص به، ثلاثه ديال المرات، يعني 3 مليلتر في اليوم، ماشي مشكل في النهار. وي. غير هو هذاك مين تخلطي معيش كتخلطيه؟ غير مع الماء. شحال كتاخذي ديال الماء باش كتخلطي فيه؟ تقريبا واحد نص كاس ديال الماء. اذا هذاك النص كاس ديال الماء غتزيدي فيه نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون، لاكيكومين. فهي من المواد كذلك اللي كترفع المناعه وكتعاون.
بالنسبه لليكوباكتير البروبوليس واش كي واش هو من المواد اللي كتعالج هاد الجرثومه ديال المعده، فهو يساعد ولكن العلاج فكنعرفوا العلاج اللي كيتعطى. علاش؟ لان البروبوليس بينت الابحاث انه كيضاعف 4 ديال المرات البينيسيلين، فغير هو العلاج ديال الجرثومه كيحتاج مضادات حيويه اللي كتكون قويه شويه وكيحتاج واحد المده طويله، فتستعمليه ماشي مشكل، ما كاينش فيه مشكل اننا نستعملوه، غير هو المعلومه انه لا يعالج، ضروري من الدواء باش نعالجوا هاد الجرثومه هذه. داك. وبالنسبه للوليدات الصغار دكتور، عندي 8 سنين و10 سنين و13 عام. واخا يعني بغيتي تعرفي كيفاش تعطيه لهم، وي كيفاش تستافدي منه. دكتور انا بغيت نرجع معك لهذا المنتوج. دابا حنا قلنا انه كيتباع كيكون على شكل بحال حبات ديال الصمغ او د العلك او د المسكه الحره مثلا، تيكون هكذاك شويه معلك وشويه قاصح البروبوليس. هي كتقول انه شراته في على شكل سائل او محلول. نعم، فهذه كتكون محلول اللي كيتخدم نفس المنفعه نفس التركيز نفس التركيز، لان كنخدموا كيتخدم البروبوليس مع واحد المواد اللي كيدوب فيها، وكتخدم يعني طريقه صيدلانيه باش كيتصايب هذا المنتوج هذا اون فورم، يعني واحد الشكل اخر ديال الاستعمال ديال البروبوليس. واش يصلح الاطفال ديالها وكيفاش يستافدوا من منافعه؟ فواحد الطريقه سهله وبسيطه، مليلتر من هذا السائل هذا كيدار في نص كاس صغير ديال الحليب الساخن، يعني اللاكتوز هذا البروتين اللي كيكون عندنا في الحليب مهم جدا باش كيرفع لينا المفعول ديال البروبوليس. وانا كنصح الناس اللي عندهم البروبوليس ياخذوه مع الحليب سخون، فهو كيرفع من المفعول ديالو. الا كان الناس عندهم البروبوليس بالشكل الطبيعي ديالو كيف قلنا، يعني الشكل الصمغي. نعم الصمغي. فاحسن طريقه هي نص معلقه صغيره كنمضغوها ونشربوا معها الحليب سخون. الا ما قديناش عليه فندوبوه في هذاك الحليب سخون ونشربوه، فغيعطينا فائده كبيره. هذا مزيان للدراري ابتداء من اش من سن؟ من 6 سنين الفوق، يعني من 6 سنين. شحال د الوقت يداوموا عليه؟ يداوموا عليه مده ديال 15 يوم بالنسبه للاطفال، كافيهم انها تعاونهم وتعاون المناعه ديالهم. الكبار يمشيو حتى لشهر، فهي مده اللي مزيانه لهم. اذا البروبوليس في الحليب دافي او سخون طبعا، بلا ما يغلى. بلا ما يغلى، نعم. وغادي ان شاء الله يعطيهم منفعه. مريم الله يعاونك على وليداتك والله يحفظهم. معنا فاطمه من القنيطره، دائما كتفاعلوا معنا، مرحبا بكم. كتشاهدونا ايضا باللايف عبر الحساب الرسمي ديال الانستغرام سناء زعيم اوفيسيال والصفحه الرسميه كذلك. اهلا بك فاطمه، تحيه للناس ديال القنيطره. سناء صباح النور، لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس. الاخ عماد لاباس عليك؟ الحمد لله. كنسمع صوتكم اختي، مرحبا. ربي يخليك طول عمرك ويخليك وليدك. امين امين. عنده البنيته، عنده البنيته عماد. قول لي شنو سؤالك؟ امين. بغيت نسولو على البروبوليس. عندي بداك الشكل اللي كيما قلتو صمغي، وما عرفتش كنستعملو. واش عمرك استعملتي؟ عمرك استعملتي؟ لا ما استعملته، هي جابته لي الاخت ديالي من فرنسا. اييه جابته لي هو ولا جولي خويال. مزيان تبارك الله. وما عندي لا جولي خويال هذا في قريعه بحال العسل. نعم. وعندي ديك لا جولي خويال ثاني جيلول. واخا فين دايره لا جولي خويال اللي بحال العسل؟ دايرها في الثلاجه. ما عندي ما نسالك صافي. واه دايرها في الثلاجه، حيت هي ملي جابتها قالت لي راه خاصها تكون بواحد لا تومبيراتور يكون هابط. الله يعطيها الصحه، الله يعطيها الصحه، فهذا هو الاساس. نعم. شحال في عمر الابن ديالك؟ الابن ديالي كبير، عنده 20 عام. تبارك الله. غير هو عنده الحساسيه، عنده الحساسيه ديال الورد ديال كل شيء، ديال اي حاجه تيبقى يشك، وبغيت نعطيه ليه وخفت. نعم. ما عرفتش. وبالنسبه لي انا كذلك بغيت ناكلو، ما عرفتش كيف الطريقه ديالو، لكن الاخ عماد يساعدني فيها. اكيد. مرحبا دكتور عماد، باش تنصح فاطمه؟ فإلا بغيتي تعطيه للوليد ديالك غادي تعطيه. ماشي الوليد، راه راجل، راه عنده 20 عام. فغادي تعطيه الراس ديال المعلقه الصغيره، يعني ماشي نص معلقه صغيره، قول الربع ديال المعلقه الصغيره، غير الراس ديال المعلقه الصغيره، وتخلطيه ليه في نص كاس صغير ديال الحليب الساخن، يتخلط مزيان وتعطيه ليه يشربوا، فهو غادي يفيد البطن. الا ما بقاش ولدها كيشرب الحليب كيشرب اتاي او القهوه، واش البروبوليس نعم يصلاح يتخلط ايضا في اي نوع من المشروبات الساخنه بالنسبه للصباح؟ فالحليب هو اللي كاين ولا الماء، يعني جوج ديال الحوايج، جوج ديال المكونات. ماشي القهوه ماشي اتاي. لا، لان فيهم كافيين وفيهم واتاي فيراتي وفيلين كيهرسوا المفعول ديال البروبوليس. ياخذوا بهذه الطريقه هذه، ويدير في نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي يخلطها معاهم ويشربها، فغادي تعطيه فائده ان شاء الله. واش
المنصوح ونصيحتك دكتور عماد انه ملي كيتخلط البروبوليس مع الحليب او الماء يتشرب على الريق ولا حتى واخا يتشرب من بعد الفطور؟ يقبل يا بعد الفطور ما عندوش يعني ما كاينش مشكل اننا ناخذوه، غير هو واحد المساله ما تخلطوا مثلا هو عنده الحساسيه ديال الربيع، اذا ما ياخذش حبوب اللقاح، لان كاين واحد التخليطه كيديروا لهم البروبوليس والعسل كاينه في الانترنت وحبوب اللقاح، فالتخليطه الناس اللي عندهم الحساسيه ديال الربيع وديال الازهار ما ياخذوهاش لانها غتاثر عليهم ويمكن تعطيهم الانتفاخ وتعطيهم واحد الحاله حرجه. بالنسبه ليها هي كيفاش تستعملهم؟ فهي غتستعمل نص معلقه صغيره ديال البروبوليس وتخلطوا مع نص كاس صغير ديال الحليب الساخن، تخلطوا مزيان وتشربوا، فغادي يعطيها منفعه ان شاء الله. تقدر دير عاوتاني نص معلقه صغيره ديال البروبوليس مع نص كاس صغير ديال الحليب الساخن، وتاخذ واحد لاجيلول ديال لاجولي غوايل تشربها وتشرب معها هذا الخليط هذا، فهي حتى هي غتعطيها منفعه وغادي تقوي لها المناعه ديالها. ناخذ ايمان من اكادير، مرحبا بك ايمان، دائما على راديو اصوات، اهلا بك. لاباس بخير الحمد لله. الحمد لله، تفضل شنو سؤالك؟ انا فايت ليا صونيت عليكم، انا كنت دايره تقشير ديال الوجه، درت عمليه سميتها ديرمابغازيون، وفايت لي كدكتور عطاتني واحد الوصفه ولكن عقلت فيها دقيق القمح ودقيق الذره وخل التفاح، ودابا داك باقي ما استعملت الوصفه وما عرفتش واش غادي نديرها حتى لتحت عينيا ولا لا. وديجا قلت لك دكتور عندي عندها درتها او نيفو دو ميجو، درت ديك العمليه وبقى اللون ديالي القمحي في الدوره ديال فمي وتحت عينيا وعنقي وجبهتي وصافي، حتى دخلت في حاله اكتئاب. بالنسبه للوصفه غادي ديريها وغادي تخليها ربع ساعة ياك وغتغسليها، دورة العين ما تقيسيهاش، يعني غديريها في البلايص اللي عندك فيهم هذاك السميرار، ومنين تغسلي الوصفة ديالك غادي ديري زيت اللوز الحلو دهني بها كل ليلة، زيت اللوز الحلو غتاخذيها كسيروم، هذه الوصفة ديريها جوج المرات في الأسبوع كافياك، وزيت اللوز الحلو كل ليلة غديريها كسيروم فهي غتعاونك إن شاء الله. تهلا فراسك إيمان، ما يكون باس عندك. إيمان إلا رجعنا لها دكتور عماد من أكادير اللي قالت أنها دارت اكتئاب لانه عملت تقشير، والظاهر الحاله ديالها انها دارت تقشير في شي بلاصه اللي ما كانش ياك ما تحترمتش فيه واحد المعايير. نعم، والتقشير ما عرفناش فين دارته، يعني حتى واش في محل تجميل ولا عند طبيب مختص، فهاد المساله هذه خاصه ملي كتكون بهذه الطريقه هذه وكيكون واحد البشره اللي كتكون حساسه بزاف. بما اننا اليوم كنتكلموا على البروبوليس من مستخلصات النحل، كنعرفوا على انه العسل من المواد اللي اكثر فعاليه فاش في ترميم البشره. نعم. وخلايا البشره وفي لا سيكاتريزاسيون. واش مثلا ايمان تقدر تبدا دير شويه ديال العسل لوجهها؟ فهنا على حسب النوعيه ديال العسل، غير هي دابا هذه الفتره هذه عندنا عند البشره حساسه بزاف، فمن الاحسن ندير بروبوليس مثلا، بروبوليس وندير هذه الوصفه هذه الناس اللي عندهم المشاكل في البشره ديالهم وحساسيه البشره، وغنعطي وصفه مرممه بالبروبوليس اللي غتكون امنه. اذا غناخذ نص معلقه صغيره ديال البروبوليس كندقوه، يعني حتى كيولي مدقوق مزيان باش دوك المكونات يتحلوا، كنزيدوا عليهم ثلاثه ديال المعالق كبار ديال زيت نوار الشمس، نحطوهم فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه باش المكونات كاملة تذوب في هذيك الزيت، نخلطوها نخليو ديك الزويته واحد 7 ايام اسبوع كامل، ومن بعد كنصفيوها كنوليو كناخذوا شويه منها وكندهنوا بها البشره ديالنا كل ليله كسيروم، ندهنوا بها بمساج البلايص اللي عندنا فيهم سيكاتريس، وندهنوا بها البلايص اللي كيكون عندنا فيها حروقات، فهذه غادي تكون زيت لهاد الامور هذه كامله، وهذه بالنسبه لجميع الاخوات اللي كيعانيوا من هاد المشاكل هذه. دائما في موضوعنا اليوم ناخذ خديجه معنا من الرباط، معنا هدى من المحمديه، اسئلتكم على البروبوليس، مرحبا بكم في حديث ومغزل مباشره على راديو اصوات. خديجه اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس اختي؟ الحمد لله. اختي ممكن نسول الدكتور عماد بالنسبه للبروبوليس واش نعطيه لبنتي عندها عام وثمان شهور كيضربها البرد بزاف كيأثر فيها؟ نعم، سؤال مهم جدا. فاحنا قلنا الاطفال اللي قل من 5 سنين ما كنعطيهمش البروبوليس لان المناعه ديالهم مازال ما تكوناتش، وكيمكن يعطيهم مضاعفات اختي، فما تعطيش لبنيتها عندها عام ويعني يعني اقل من 5 سنين فما يمكنش نعطيوها هذه الماده. علاش البنيته كيضربها البرد دغيا؟ شنو قالت لك الطبيبه او الطبيب ديالها؟ ما صراحه ما عمرني زوجت ليها، ولكن ملي بحال كغير كتخرج من الدوش لا مغطاتش راسها كيضربها البرد.
يعني كيجيها بحال الا منين كتبدل درجه الحراره ولا كيكون الكورون داخل في الدار شنو كتبدا تعطس ولا شنو؟ كتعطس والكحبه وديك الكحبه بحال مخرشه شويه. واخا في هذه الحاله دكتور عماد باش غتنصح خديجه ضروري اولا خصها تدي بنيتها للطبيب. هذا بدون نقاش. طبيب الاطفال. نعم خصها تشوف الطبيب الاطفال ديالها وخاصه ان البنيته كتمرض بزاف ملي كيوقع لها هذا المشكل هذا فضروري خصك تعرضيها على طبيب وخاصه ملي كنوصلوا للكحبه وكنوصلوا لذاك السدير كيبدا كيخرشش فهنا يمكن نأثروا لها على الريه ديالها فخصها يشوف الطبيب هذه الحاله هذه. بالنسبه لواحد السؤال اخر غير بلاتي نكملوا معك اتفقنا خديجه غتدي بنتك للطبيب ياك باش ما تمشيش تكون عندها شي ضيقه ولا يراب ولا حساسيه اللي تولي من بعد صعيب عليك تعالجيها واخا ان شاء الله. واخا شنو سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني خارج على الموضوع بالنسبه لانا فطمت بنتي هذه شي 6 شهور باش فطمتها والتدي ديالي ارتخى بزاف من وراء الرضاعه. ترهل ديال الصدر ديالك بعد ما رضعتي البنيته. انا كنت في الوزن قبل ما نحمل وكانت هي 82 طول متر 53 وكانت دركا ضعفيت وليت غير 60 ولا ارتخاء في الجسم كامل كثره التدي. نعم فان شاء الله غادي نجاوبك على هذا السؤال. لهذا السؤال ديالك خليك معنا في الاستماع خديجه ان شاء الله غادي نجاوبك عليه. ناخذ هدى معنا من المحمديه. صباح الخير. صباح النور. لا صباح الورد والياسمين. صباح وزاري بيان كل شيء مزيان الحمد لله الله يبارك فيك الله يطول لي عمرك دكتور. صباح الخير. صباح النور اختي هدى. انا بغيت نسولك عندي واحد الوليد عنده 10 سنين فوق شما كيفيق سخته في هذه الوقيته ديال الخريف كيفيق من الناس كيبقى يعطس 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 مسكين والنيفو كيبقى كيدوز ما عرفش شنو ندير لي كندير لي واحد السيرو مي مي سي با سا. نعم دونك بغيت نعرف واش نعطي البروبوليس ولا دكتور عماد. هذه طبعا من علامات ومن اعراض الحساسيه الموسميه. موسميه نعم. فهنا الوليد غادي تعطيه نص معلقه صغيره ديال البروبوليس. البروبوليس بعدا كي عندك داير واش ولا مازال ما خديتيهش؟ ناخذه عاد تاخذيه. واخا اذا من الاحسن تاخذي الخام يعني داك البروبوليس اللي كيكون في شكل صمغ غتعطيه نص معلقه صغيره ديالو. ولكن ناخذ دكتور عماد معشبات اللي كتكون بحال الماء. لا غادي يكون بحال الصمغ يعني كيكون قاصح كيكون ماده اللي قاصحه شويه كيشبه المسكه الحره. شتي المسكه الحره كيف كتكون هكذاك شويه مجموعه ولكن هي راه معلكه بحال هكاك تقريبا تيكون وتيكون اللون ديالو قهوي ياك دكتور. نعم من القهوي للاسود فهذا هو هذا هو اللون اللي كيكون ديال البروبوليس. تاخذي نص معلقه صغيره ديالو ولكن الوليد حاولي تعطيه كاس كبير ديال الحليب سخون منها يفطر به منها يستفد من هذه الماده هذه واخا يخرج يعني في الصباح ليكول ماشي مشكل بالعكس هذا كيعطي حيويه فراغ غير البروبوليس بوحدو فيه جميع المواد المغذيه اللي كتكون عندنا في الداس ديالنا. اذا الا عطيتي غير نص معلقه صغيره ديال البروبوليس مع كاس كبير ديال الحليب سخون بحال راه خدا وجبه كامله وغادي تنفعو في النهار ديالو. هذا من جهه تقريبا الوقت تريتمون ديال هذا اعطيه الوليد شهر لانه هو عنده من كيدوز لي عنده السيلان فهنا كيخصو شهر. والمساله الاخرى اللي غدار هي اننا كناخذوا البروبوليس كناخذوا نص معلقه صغيره ديالو هذه اللي كل جميع الاخوات. نعم. كنديروه في نص كاس صغير ديال الماء سخون مغلي وكنخلطوه وكنديروه في واحد الترموس باش كيبقى شادنا درجه الحراره. داك الترموس كنخليوه مده ديال 8 ديال السوايع من بعد كنصفيو هذاك الماء ديال البروبوليس وغتولي كتاخذي شويه منه بلا بيبيت يعني بديك اللي كتعبر القطرات ديال اللي كيدار الانف تاخذي شويه منه وديري ليه ثلاثه ديال القطيرات في كل بلاصه في الانف ديالو هو ولا الناس اللي الاخوات اللي كيسمعونا كذلك اللي عندهم هذا المشكل هذا. طيب هذه الوصفه غادي نعاودوا نعطيوها بالمهل باش الناس يعاودوا يسجلوا معنا المقادير الصحيحه المضبوطه والطريقه الصحيحه المضبوطه. نعم. هذه الوصفه اللي كتعطينا الدكتور عماد هي قطرات للانف. نعم. للاطفال اللي عندهم هذه الحساسيه يعني كيوليو كيكونوا كيعطسوا في الصباح او الانف ديالهم كيسيل. نعم. شحال ديال الوقت هذه غادي تستعمل؟ فهذه غنستعملوها مده ديال 15 يوم. 15 اليوم. طيب نشوفوا الوصفه. نعم. فنص معلقه صغيره ديال البروبوليس كنديروها في نص كاس صغير ديال الماء مغلي يكون مغلي مزيان ولكن ما يغليش معاه. لا ما يغليش معاه الماء مغلي بوحدو ونص معلقه صغيره ديال البروبوليس بوحدها عاد نحركوها فيه نخلطوها ونديروها في الترموس اللي كيحفظ درجه الحراره نخليوها 8 ديال السوايع باش داك البروبوليس يتطلق مزيان ويذوب مزيان ونبداو مره نحركوا هذاك الترموس بيدينا وهو مسدود ومن بعد كنصفيو هذاك المحلول
داك المحلول كناخذو كنهزو منه يعني بديك الاداس ديك لا بيبيت اللي كناخذو بها القطرات وكنديروا جوج نقيطات حتى لثلاثه ديال النقيطات في كل انف ديال في كل يعني في الانف ديال الاطفال ديالنا كل جهه ديال الانف باش الناس يضبطوا هذه المساله. نعم. يستعملوا اش من اله؟ فالاله اللي كتكون ديال اللي كاين في الصيدليه راهي كتباع ولا نسولوا على بيبيت يعني الاله باش كنصايبوا القطرات فكاينه كتباع بوحده ولا الا عندكم شي دواء اللي كانت فيه هذه الاله كنغسلوها مزيان وكنستعملوها. بالنسبه للكبار غادي يديروا 10 ديال النقيطات في كل جهه ديال الانف ديالهم وغادي تكون وصفه ان شاء الله ناجحه. اذا شفنا البروبوليس كيفاش نشربوه في الصباح، منفعة للأطفال ومنفعة للكبار، ابتداء من 6 سنوات أو 5. نعم. سنوات. فست سنوات من ست سنوات. والوصفة الثانية اليوم اللي كيخدم لنا الدكتور عماد هي هاد القطرات ديال الأنف. غادي نحييوك هدى تهلا في العزري. غادي نمشيو الآن لطنجة. فاطمة مرحبا بك. السلام عليكم. يعني دايرة حديث ومغزل ياك فاطمة. بنتي اللي كتعيطي لنا من الخدمه. من الخدمه والله الا خدامه كنعيط عليك. مرحبا بك تفضلي شنو سؤالك؟ عفاك انا بغيت نفضل ولدي يعني عنده 12 عام. اييه. الايام الشبابيه اللي بغيت نبقى نقيه واش يصبح ليه ولا لا؟ ياخذوا ماشي مشكل غير ما تكونش عنده حساسيه ديال المكونات ديال او من ديال النحل او المشتقات ديال العسل. فهنا الا ما كانتش عنده هذه الحساسيه فيمكن له ياخذ البروبوليس بطريقه امنه. يكون خير فاطمه. نعم. بالطريقه اللي عطى الدكتور عماد. نعم. اتفقنا فاطمه. واخا الله يبارك فيك صباحك مبروك والله يعاونك وسلمي على كاع الناس اللي معك في الخدمه. الحساسيه اللي كتكلم عليها دكتور عماد نقطه مهمه هذه. نعم. خاصك تشرحها لنا اكثر. نزيد نشرحها لان ملي كنمشي عند الطبيب كيقول لي يا ودي ان القرص ديال النحل او القرصه ديال النحل كتكون كتعطينا كتعطي حساسيه، يعني ديك الماده داك السم اللي كيكون عندنا في النحل كيعطي حساسيه. واي حاجه من المكونات ديال العسل، يعني العسل اي حاجه كتقيس النحله، يعني العسل ولا البروبوليس ولا الشمع النحل، فكتكون فيهم هذه الماده هذه. اذا كيفرزوها النحل في هذه الماده وهذيك الماده هي اللي كدير الحساسيه. اذا الطبيب الا قال لنا ما تقربش النحل اذا راه النحل يقدر يعطيك حساسيه. فاي حاجه كتكون كتعلق بالنحل ولا كيقيسها النحل فكيخصنا نعطيوها، يعني ما نستعملوهاش باش ما تعطيناش حساسيه مفرطه. هادشي اللي كاين. يعني الانسان خصو يكون متاكد انه ما عندوش هاد الحساسيه. نعم. بالنسبه للوليدات كيفاش غنعرفوا على انهم عندهم الحساسيه؟ لك لو مثلا شويه ديال العسل ممكن تظهر، كيكون الاحمرار، كيكون النفخ، كيتنفخ، وخاصه اللي صعيب هو النفخ. ان الانسان كان الوليد كيبدا كيتنفخ ولا الانسان كيبدا كيتنفخ، فهنا اللي كيكون صعوبه. وهذه هي الميزه ديال الحساسيه. الانسان ما كيقدرش يبقى يبلاه، فهي هذه يعني كيتنفخ ليه الحلق ديالو. وهذه هي العلامات ديال هذه الحساسيه هذه ديال النحل. في هذه الحاله ما خصكمش نهائيا تقربوا العسل او كاع هاد المواد اللي كنتكلموا عليها المستخلصات بما فيها البروبوليس. طيب واضحه الفكره. مشكور دكتور عماد. غادي نمشيو لعند الناس تصفروا معنا. مريم السلام عليكم. مريم صباحكم باكم سعود وصحه والسلامه. الله يبارك فيك دكتور عماد. الله يخليك. بغيت نسول دكتور عماد، انا عند كنستعمل بروبوليس ولكن كنستعملو يعني ماشي دائما. أيه. حسيت بالنزله ولا شي حاجه عندي عسل بروبوليس دايره في الثلاجه كناخذ منه معلقه. ماشي مشكل. نعم. العسل ديال بروبوليس. وي نعم. شنو كيفاش العسل بروبوليس؟ شنو واش خلطتيه راسك ولا صايبتيه ولا شنو؟ لا شريته ناضي. نعم. فهو العسل هو عسل بروبوليس، ما كعسل يعني ان النحل ما يمكنش غطرعها على البروبوليس وتعطينا العسل، او خلطت البروبوليس مع العسل. مخلطينها. نعم. مخلطين. نعم. والله يخليك. عندي راجل طال حالو كرياتينين كتعمل حتى 18-19، واش واخا نعطي البروبوليس ولا لا؟ فهو ياخذ البروبوليس من المكونات اللي ما غاديش غير هو خصو ياخذو بالطريقه المخففه، غير هو يعني خصو ياخذو مع الماء. خصو ياخذو هو ياخذو نص معلقه صغيره مع الماء، ولكن الماء هنايا غياخذ بكاس كبير. اذا كاس كبير ديال الماء الساخن كنديروا فيه نص معلقه صغيره ديال البروبوليس، يتخلط مزيان ويتصفى وتعطيه ليه يشربوا ماشي مشكل، ولكن البروبوليس بوحده. اما مخلط مع العسل وهاد التخليطه هذه فاحنا اللي ما كنعرفوش المكونات ديالها فما كيقدرش يعني نفيدك فيها لان ما عرفش المكونات ديالها. غير هو هذيك الخلطه شحال هي تقريبا وهي عندك دابا؟ طالعه 6 مو هكا دايره في الثلاجه.
وخفت لا جختي، فمن الاحسن انك هذه الوصفه تحبسي الاستعمال ديالها، لان 6 شهور راه فات المده ديالها، كان خاصك تاخذيها يعني غير المده ديال 3 اشهر، فالتفاديا باش 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 الصحه ديالك ما تاداش، لان تقدر تبان حساسيه يبانوا امور اخرى، فمن الاحسن انك تتفاديها. لحقاش ما انا كنستعمل العسل وكنستعمل زعما جميع الخلطات، كان عندي التهاب ديال المصران والقولون العصبي، الحمد لله زعما الحمد لله شويه الحمد لله مع الريجيم. الله يخليك، ممكن تعطيني شي صفه على الكرياتينين اللي كيطلع؟ فالكرياتينين كيخص ضروري المرافقه الطبيه، لان هنا كيخص دايره المرافقه الطبيه. ف وكاين غير هي خصها تكون واحد الحميه خاصه اللي كيعطيها الطبيب، لان الكلاوي ما المشكل ديالهم ماهوش اللعب. فوالا انت دابا فهمتيني، وحتى الاعشاب واياك الاعشاب، يعني اياك ياخذ الاعشاب، لان الاعشاب الا خداهم غادي الله يستر يوقفوا لي الكلاوي ديالو، خاصه في هذا الكرياتينين اللي طالعه بزاف. غير يتبع يعني بزاف زعما بزاف، كيقول لي زعما الطبيب ماشي زعما غاف ماشي غاف، ولكن غير يتبع الحميه ديالو ان شاء الله وراه الامور غتولي بخير. شوف دابا يتبع البيض البلدي والدجاج البلدي وانا عادي. لا والكرياتينين والبيض البلدي والدجاج البلدي راه ما كيتحملوش، لان هذه البروتينات طالعين فيهم بزاف لواحد القيمه ما تصورش كيفاش، فمن الاحسن انه يتفاداهم. ولكن شوف، ولكن راه الطبيب غيعطيه واحد الريجيم خاص به هو، يبقى ملتزم به، وان شاء الله الا بقى متبع هذاك الريجيم ديالو غادي تهبط الكرياتينين وغتشد لا نورم ديالها باذن الله، هذيك القيمه ديالها ما بغات والله ما بغات. واذا خصك وخصك تشوف متبعالو دايرالو حميه، ولكن شتي مثلا شي دجاج البلدي 15 يوم. واخا المختص المختص دابا اللي متبعو شنو التخصص ديالو؟ الطبيب ديال الكلاوي ديال الدياليز. نيفرولوج، فطبيب ديال الدياليز او ديال الكلاوي، فالناس اللي كتكون زعما على درايه بهذ الامور، ولكن خصو يرجع عنده، لان واخا تكون دايره الريجيم كاينه شي حاجه. انت دابا كتقول لي البيض البلدي والدجاج البلدي، اذا شي حاجه تما في التغذيه ديالو راه هي كطلع عليه هاد الكرياتينين، اذا خصو يمشي يعاود يرجع عند الطبيب. فلهذا اي حاجه كتبرز لنا، وخاصه ملي كيكون عندنا مرض مزمن، كيخصنا ما نحيدوش الاتصال ديالنا بالطبيب ديالنا، حتى كتقاد لينا الامور ديالنا، فخصو يرجع عند الطبيب ديالو ويزيد يستشر معاه ويقول له شوف دكتور الله يجازيك بخير، هاد الكرياتينين راه ما بغاتش تهبط، راه عييت ما ندير ما بغاتش تهبط، وغيبقى متبع معاه وغادي يشوف الخلل فين كاين وغادي يحلو معاه، لان الاعشاب هنا ما غادي تحل حتى شي حاجه الا طبيب المختص اللي غادي يحل معاه، وخاصه تبارك الله راه طبيب ست النيفرولوج اللي كيدير يعني اللي كيدير دياليز الناس، فهذا راه تبارك الله راه متخصص في هذا المجال هذا ديال الكلاوي. اتفقنا، الله يجيب الشفاء. تحيه لك مريم من صفرو، غادي ناخذوا اسئله اخرى مرحبا. معنا دائما حول الموضوع وخارج الموضوع كذلك، هذه المره غنمشيو لمراكش معنا مريم. اهلا بك مريم. اهلا بك اختي سناء، كي دايره اختي سناء لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا على راديو اسوات. الحمد لله اختي كنسمع صوتكم، مرحبا. السؤال ديالك اختي. عندي سؤال على البروبوليس، واش زعما كيستعمل طبيب الاسنان؟ شناهو اختي عاودي الطبيب، بغيت شي وصفه لطبيب الاسنان بالبروبوليس، حيت انا عندي البروبوليس. طبيب الاسنان فهو ما عنده حتى شي علاقه بتبيض الاسنان اختي البروبوليس. ما السؤال الثاني عرفت هذا خميرة الشعير. انا شريتها وما عرفتش كيفاش غنستعملها. وشريتها من الفارماسيين، قال لي داك السيد اللي شريتها من عندك قال لي بلي انا راه طبيب، وقال لي تستعمليها ثلاثه تستعمليها قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء. فهذيك هي الطريقه السليمه للاستعمال ديال خميره الشعير، وثلاثه ديال المرات في اليوم. فهذيك هي اللي قلنا حنا اللي سبقنا وهضرنا عليها، ثلاثه الحبات راه هي هذيك الطريقه السليمه للاستعمال. لا راه هو قال لي سته الحبات في النهار. كيفاش؟ ستة الحبات في النهار ماشي ثلاثة. ستة على حسب القيمة، داك الدوزاج، داكشي باش قلنا أننا ملي كناخذوا هذه المادة هذه من الصيدلية، راه هذاك كل مادة وكاين الطريقة ديال الاستعمال ديالها، يعني داك التركيز ديال المادة، دابا هنا عندك التركيز ديال المادة غيكون خفيف، إذا داكشي علاش قال لك غتشربي جوج وثلاثة ديال المرات في اليوم، فهمتي؟ ما تخافيش منه. غتشربي جوج مور الفطور وجوج مور الغداء وجوج مور العشاء. وأنا خفتي يديري لي شي حاجة. لا 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 ما تخافي حتى شي حاجة، وإن شاء الله منين خديتيها من الصيدلية فالأمور راه مزيانة الحمد لله. إن شاء الله. شكرا. يلاه الله يسر لك أمورك أختي. الله يبارك فيك. بالنسبة لتبييض الأسنان باش تنصحها؟ فهنا غناخذوا تبييض الاسنان، ناخذوا البودره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال البودره ديال الزعتر، ومعلقه صغيره للبودره ديال النافع لانيطول، فغادي نخلطوهم نغربلوهم في الغربه الرقيق ونديروهم في واحد البواطه، نوليو ناخذوا شويه من هذه البودره هذه ونخلطوها بمعجون الاسنان ونحكوا بها الاسنان ديالنا غير مره واحده في اليوم، فيعني هذه الوصفه نديروها غير مره واحده في اليوم ونداوموا عليها وان شاء الله غتعاوننا.
بالنسبة أيضا السؤال ديال المستمعات، هناك اللي كيسولونا كثير منكم توم الأخوات والبنات كيقول لك واش مزيان الزيادة في الوزن البروبوليس دكتور عماد؟ فزيادة في الوزن هو مادة من المواد المغذية، إذن إلا خديناه حتى هو غادي يفيد الدس ديالنا، ولكن أنه كيزيد الوزن مباشرة فما كاينش علاقة. نعم، واش البروبوليس كيصلح أيضا لتصفية الجسم من المواد السامة من السموم اللي كتكون في الجسم؟ فهذا سؤال مهم جدا، وتا هو كيتعتبر من المواد رقم واحد اللي كتعطينا التصفية ديال الجسم، وخاصة الكبد، فهو كيعاون في تنشيط الكبد، يعني الكبد كتولي خفيفة وكتولي كتخلص من السموم بطريقة سريعة. غادي ناخذوا اسئله اخرى معنا هاد المره. غزلان من تازة، اهلا بك. وغادي ناخذوا ايضا حليمه من طنجة. غزلان صباح النور، مرحبا بك معنا على راديو اصوات. تحيه للناس ديال تازة، مرحبا بك. تبارك الله وفتح بيك. كنشكر الدكتوره ايمات، كنشكرك انت بزاف اختي الله يحفظكم. مرحبا مرحبا، تفضل. شكرا اختي. بغيت نهضر مع الدكتوره ايمات، عندي فقر الدم. اييه، ومشيت اخذتي الطبيب، كنت كنتعالج وداك الشيء. المهم الحمد لله فاش خرجت من السبيطار كنت روحت شويه ياك، ودابا من عام لعام كيولي يجيني، ما عرفتش اخذتي شنو ندير. نعم، كتجيني الدوخه، كتجيني الفشله، كنبقى حتى مره مره كنقطع الماكله. حالتي ضعيفه بزاف، انا عندي 31 عام، كنوزن الوزن ديالي الى الله 51، ملي كنهبط كنهبط تولي 47، كنطلع لواحد 50 ما كنزيدش كاع. يعني كندير هكا، يعني كندير الحمص كي كيقولوا، كندير في البازا مع الصحه. نعم، كندير ديما كنت هكا العشب راك عارفه. نعم، وصلت الفكره، وصلت الفكره غزلان. يعني عندك فقر الدم. انيميا حاده دكتور عماد. فاول حاجه بعدا كيخصها تبقى تراقبها، ان كل واخا تحس براسها ولات مزيان يعني، وحتى التحاليل ولاو مزيانين، فكل 6 شهور تحاول دير التحاليل ديالها باش تعرف فين واصل هذا المستوى ديال 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 دي لافيغيتينا، وهاد الماده المسؤوله على فقر الدم، غير حتى تقاد حتى تحسي بانها ولات مقاده. هذا من جهه. من جهه اخرى فالمساعده، المساعده كيمكن تاخذي الوصفه اللي عطيت ديال معلقه صغيره ديال الفوا ومعلقه كبيره ديال الكركدي، كنخلطوهم، كنزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء المغلى حتى يطلق مزيان، وكنصفيوه وكنشربوا نص كاس صغير على الريق كل صباح وكنداوموا عليه، فهي كتعاون. والتغذيه اللي خصها تكون واحد التغذيه متوازنه. حاولي اختي تجنبي الحلبه، لان الكثير من الحلبه كيمكن ياثر على الدماغ، كيمكن ياثر على الشعيرات اللي في الدماغ، ولا قدر الله كيمكن يتفرقعوا دوك الشعيرات اللي كيكونوا عندنا صغار في الدماغ. علاش؟ لان الصبيب او داك القوه باش كيجري الدم في الدماغ كيولي مجهد. هذا من جهه. من جهه اخرى الحمص لا علاقه له بفقر الدم، فهنا غادي يمكن ياثر لك على الجهاز الهضمي ديالك، او يعني تستعملي التغذيه المتوازنه فهي غادي تعاونك ان شاء الله مع هذه الوصفه هذه. واش كيساعد على علاج فقر الدم البروبوليس؟ البروبوليس كيدخل في التركيبه ديال علاج فقر الدم، ولكن ضروري. فهنا العلاج، لان البروبوليس قلنا في هذاك المكون الجديد اللي هو الفاناديوم، هذا الفاناديوم من المكونات اللي كترفع المستوى ديال الحديد، ان ملي كناخذوا هذا البروبوليس كيمشي للداس ديالنا، اي منتوج او اي ماده طبيعيه كليناها فيها الحديد كيحاول يجمعها وكيديها يعني كيركزها في الدم ديالنا، وهو بالتالي عنده هذه الفائده هذه. واش البروبوليس كتصلح في الزيادة في الوزن؟ فزيادة في الوزن قلنا انها كتعطيه الوزن. نفس السؤال كيعاود يتطرح. نعم، هي من المواد المهمة للذات، ولكن لا علاقة لها بزيادة الوزن. واش البروبوليس كيصلح في نقصان الوزن وحرق الدهون دكتور عماد؟ فنفس الجواب، انه ما كيدخلش في التركيبة هذه لا في نقصان الوزن ولا في زيادة الوزن، الا اما هو مادة مفيدة للجسم ديالنا. نعم، غادي ناخذوا سؤال اخر، وبالفرنسية كنقولوا لا بروبوليس. نعم. فهي يعني مؤنثة وليست مذكرة. نعم. معنا حليمة من طنجة، أهلا بك حليمة. نعم لله، أهلا بك. صباح النور حليمة. قطع ليها الخط، ما وصلتش أنها تطرح علينا السؤال ديالها. طيب دكتور عماد، شنو الوصفات الأخرى والنصائح الأخرى اللي غنتبغي نختموا بها الحصة ديالنا على البروبوليس؟ فغادي نعطي واحد الوصفة اللي مهمة جدا لواحد الناس اللي كيعانيوا من واحد المرض مزمن، واللي كيعانيوا بزاف منه، اللي هو الصدفية. والصدفية البروبوليس صديقة هاد المرض هذا، أو تعالج هاد المرض هذا، كتعاون باش كنخفوا منه. فهنا غادي ناخذوا
نص معلقة صغيرة ديال البروبوليس، وغادي ناخدو نص معلقة صغيرة ديال الخزامة، لأن في واحد المادة سميتها لينال والخزامة اللي كيدخل في تفاعل مع البروبوليس وكيعطينا واحد الفائدة كبيرة للبشرة ديالنا. وغناخدو زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو اللي غيكونوا 5 ديال المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو. إذا نعاود المقادير: نص معلقة صغيرة ديال البروبوليس، نص معلقة صغيرة ديال الخزامة، وخمسة ديال المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو. غتخلطوا هاد المكونات، تحطوهم فوق العافية حتى تطلع الغلية الأولانية، خاص تكون درجة الحرارة مرتفعة باش يمكن يذوب لنا البروبوليس في هاد الزيت. نخلطوهم مزيان، نخليهم ليلة كاملة حتى يطلقوا مزيان، نصفيوهم فواحد القريعة اللي ما كتدخلش أشعة الشمس، ونديروها في الثلاجة. ضروري هاد الزيت دار في الثلاجة باش تبقى محافظة على الخصائص ديالها. دائما نحلوا ديك القريعة، نديروا القطن وندوزوه بشوية على البلايص اللي عندنا فيهم الصدفية كل ليلة في أي بلاصة في الدات ديالنا، ونباتوا بها. العملية غنديروها يوميا حتى كيطفى داك الحر ديال الصدفية، وكنحسوا أن الصدفية بدات كتراجع. إذن اليوم كنتكلموا على منافع البروبوليس للصحة، وخاصة دابا فصل الخريف بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل الحساسية الموسمية. البروبوليس أيضا اليوم الجديد أننا كنعطيو بها وصفة معك دكتور عماد لتخفيف من حدة مشكل الصدفية. الصدفية هضرتي على الشعر، ولكن كاين الناس أيضا اللي عندهم صدفية في البشرة ديال الجسم أو البشرة ديال الوجه. فاحنا قلنا الوصفة يمكن نديروها لجميع الأماكن اللي عندنا فيهم هذا المشكل ديال الصدفية، وغادي تكون ان شاء الله وصفه ناجحه. مده الصلاحيه ديال البروبوليس ملي كياخذوا الانسان؟ فهنا كتمشي حتى لثلاثه اشهر فقط الا خدمنا، الا بدينا دقيناه او درناه في وصفه. نعم. بحال هذه الوصفه مثلا ديال الزيت، كان هذاك المحلول المائي اللي صايبنا، فهنا غادي يكون غير 7 ايام الطريقه ديال الاستعمال ديالو. لا، مده الصلاحيه ديالو ديال البروبوليس الا خديناه خام، فالا خديناه خام ثلاثه اشهر. ثلاثه اشهر الا كان محلول؟ إذا كان محلول، فإذا كان مائي 7 أيام فقط إذا صيبنا إحنا في الدار. كان في الصيدلية فكنتبعوا هذاك يعني كما كنقولوا إحنا التاريخ ديال الصلاحية ديالو. طريقة الحفاظ على البروبوليس في البيت؟ في بلاصة تكون مظلمة وتكون باردة شوية، إذا نشوفوا البلاصة اللي باردة عندنا في الكوزينة اللي ما كتكونش فيها السخونية والرطوبة بزاف، ونخبيو فيها هاد البروبوليس. فوقاش البروبوليس خاصنا نحطوه في الثلاجة باش نحافظوا عليه؟ فهنايا إلا درناه في محلول مائي خاصنا نحافظوا عليه في الثلاجة، وإلا كانت درجة الحرارة مرتفعة عندنا في المطبخ ديالنا أو في البيت فضروري نحطوه في الثلاجة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.